نبداو مباشره بالوصفه تاع التاكوز الصحيه. رايحين بريباريو لاجينا لي زانغريديون اللي يجوا في الداخل وحتى لاصوص هيلثي تاع التاكوز. تبعوا معايا حتى الاخر. بالنسبه للمكونات تاع الخبز عندكم لا فارين كومبليت، دو بريفيرونس تكون فارين كومبليت ماشي الفارينه البيضاء. ثانيك نسحقوا شويه ماء، نسحقوا زيت زيتون وايضا شويه ملح. نسحقوا ثانيك ان ريسيبيون، نعمروا فيه كاس تاع لا فارين كومبليت ديالنا فوالا، ونزيدوا له شويه ماء كما نشوفوا شويه برك. ولا بات تاعنا ما لازمش تكون جاريه بزاف، دونك هكا نعمروا مغرفه صغيره تاع زيت زيتون فوالا. تقدروا زيت سونغو ولا زيت زيتون، لي دو ملاح. نزيدوا لها ثانيك قرصه ملح فوالا، ونديروا الخليط تاعنا كما راكم تشوفوا هنا. خصو شويه ماء دونك نزيد له. اوكي تجينا عجينه متماسكه. نسيو دوكا نشكلوا العجينه تاعنا، نديروها يعني اون بول، اون سول بول. شنو سيو خلو لي زانغريديون كامل يدخلوا مع بعضهم بلا ما تعجنوا بزاف، سي جوست يعني نطموها مع بعضها. هبزا كما راكم تشوفوا العجينه تاعكم هنا ما راهي يابسه بزاف، ما راهي طريه بزاف. نجي لهنا ديريكتومون، نجي لهنا ندير العجينه تاعي بالطول. اوكي هذا باش ما تلصقليش، نديرو شويه فارين كومبليت فوق لو بلون تاعنا هكا باش ما تلصقناش العجينه. نديروها بالطول هبزا كما راكم تشوفوا. هذه مباشره نقسموها على زوج باش تمد لنا زوج عجينات. هكا درنا زوج خبز تاكوز فوالا هكذا، وندوروها دائره هكذا. نزيدو تانيك لا دوزيام كيف كيف بارفي. ونبداو بالعجينه تاعنا الاولى، نحلوها بالحلال مباشرة. اون فاي سي دو فورمي ان سيركل كما راكم تشوفوا. هذه لا تيكستور بارفيت تاع الخبز كيفاش يجي، يجي بيان رقيق ماشي حتى يتقطع، مي اون ميم طون تانيك ماشي خشين. باسكو ديروا في بالكم دوك يزيد يطلع شويه ليجامو ليبيسور تاعو باش ما يطيب. دونك اون ايفيت تكون بزاف الخشينه لاباط تاعنا. نحطوها في لو بلات تاعنا ونرجعوا للسكالوب ديالنا. دوكا في حال عندكم هاد المقله هذه اللي ما تلصقش سي اكسيلون، على بالي في الديور تاعنا كاين يعني مقلات نص نص، شويه يلصقوا شويه ما يلصقوش. دونك واش نقدروا نديروا؟ ديروا شويه عددت بزاف لهنا زيت الزيتون، باسكو معروف انه مجميع يعني زيت الزيتون اللي ديروها ولا الماغارين ولا الزبده سي دي كالوري دو بلوس، دونك نتوما ما لازمش يعني تكثروا منهم فوالا باش نقصوا الكالوري قد ما قدرنا. نخلو الزيت تاعنا يسخن شويه مي با ترو، باسكو تاني كي تخلو الزيت الزيتون تاعكم يسخن بزاف يولي لنا شويه توكسيك، دونك اون ابيوز با. نروحو ديريكتومون نرمو لي سكالوب ديالنا هذا تاع الحطب. نزيدو شويه لي زيبيس عليك، شويه ملح اي اوسي شويه فلفل كحل فوالا. قرصه قرصه صافي سوفيزون، ما تكثروش بزاف باش ما تجيكمش ثاني الحره. طبعا بور لا صوص تاعنا رايحين نسحقوا بتي سويس نيمبورت كال مارك، اذا صرتو يعني في السوبيرات تاعكم بتي سويس زيرو كالوري سا سري جينيال. بتي سويس تاعنا هذا واش نديرو له باش نفكركم؟ هذه سي لا صوص تاع التاكوز، في عاد ما ديروا مايونيز، في عاد ما ديروا هذيك لا صوص الجيريان اللي كامل نحبوها صح. هذه وصفه غنيه بالبروتينات او ميم طون صحيه. نزيدو تانيك القارص، ديرو غير فاولا زوج، أنا نحب القارص دونك توجور نزيد شوية زيادة فوالا. تقدرو نتوما تنقصو يعني على حساب لو كو تاعكم. تانيك تزيدو توم، حبة توم يعني مش مبشورة فوالا، و تخلطوها هكذا. نزيدو شوية مامانا التوم نحبوها، جميع حاجه قاصحه فريمون جادور هادو، ونخلطوهم مع بعضهم هايله.